هذا الخبر أفرحنا وأدخل السرور على قلوبنا، وإننا نهني الإخوة الذين أطلق سراحهم سواء القدامى أو الجدد. نحمد الله لهم أن أطلق سراحهم وفرج كربتهم، وبعد محنة مريرة ومعاناة قاسية استمرت طويلا على مدى عامين كاملين، والذي يزيد الأمر حزنا وأسفا أنه ليس لهم ذنب ولا تهمة، سوى أنهم انحازوا إلى دينهم وإلى وطنهم عندما تمايزت الصفوف واختلف الناس، فنصروا قضيتهم ونصروا وطنهم ولفقوا لهم تهمة أدخلوهم بسببها السجون وأذاقوهم العذاب، ساموهم سوء العذاب، يعني لم يحترموا كرامة إنسانيتهم ولا كبر سن من كبر منهم ولا مرض من مرض منهم. ولكن ولله الحمد هذه محاكم الدنيا يعني قد أصدرت أحكامها، وبقي هناك فصل للقضاء وحكم عدل بالقسط، فكل من تسبب في هذا الأمر ولفق التهم أو وشى بهم فليحضر نفسه لسؤال الله تبارك وتعالى يوم يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإن لم ينصفوهم الآن ويسترضوهم عما أصابهم من ضر وبلاء فإن الحساب الشديد ينتظرهم يوم القيامة، هم ومن كان سببا في اعتقالهم ومن وشى بهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.